وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته، هذه مسألة كذلك مهمة. أخواننا اللي بيصلي قبل الإمام ينزل قبله أو يركع قبله أو يسجد قبله، هذه مخالفة. وكذلك التأخر عن الإمام لغير حاجة. بعض الإخوة الإمام مثلا في صلاة اللي في السجود لا يطيل الإمام في السجود، هو يطول الإمام نخلص نصف التحيات وما زال سيء. ليه يا عم؟ يقول لك أنا ما شبعتش. أنت في الصلاة مع إمام، مش بكيفك، أنت مرتبط بإمامك. إذا كبر الإمام فكبر، وإذا قال ولا الضالين فتقل إيه آمين. هذه المسألة أنت ما شبعتش بعد الصلاة، إن شاء الله اشبع براحتك وصلى ركعتين سنة وطول كما تحب. خلاص، فهذه مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي لفظ لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا كبر فكبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وطبعا هذه ذكرنا فيها، يمكن إخواننا اللي حضرونا ذكرنا في هذه يعني صورة، يعني بعض الناس استبعد هذا، وكان حتى ممن يعلم واستبعد أن يتحول الأمر على هذا الحال. وذكره الشيخ أظن سليمان مشهور في كتابه القول المبين في أخطاء المصلين، كان يعلم الناس وبعد الله فكانوا يعلموا من خلف ستار، فطلب منه أن يكشف الستار، وبعدما آنس من أحد تلاميذته كشف الستار بينه وكأن وجهه واجبا إنسان ولكنه أقرب ما يكون إلى الحمار، فسأله عن ذلك قال لقد قرأت هذا الحديث يوما واستبعدت ذلك وكنت ممن أسبق الإمام. الحجاج بن يوسف الثقفي مع سعيد بن المسيب رحمه الله كان يصليان خلف إمام في يوم من الأيام، وكان الحجاج ممن يسابق في الصلاة، يسابق الإمام. فلما انتهى الإمام من صلاته وأهم الحجاج بالقيام، جبذه أو سعيد بن المسيب جبذة فجلس، فلما انتهى من تسبيحه أقبل عليه وقال يا خائن يا سارق أتسرق في الصلاة؟ سعيد بن المسيب يقول لمن الكلام؟ للحجاج. والحجاج يعني فدارت الأيام وتولى الحجاج الإيه؟ تولى الحجاج الإمارة، وجلس سعيد يعلم في الناس، وكان في المسجد وحوله ناس كثر يحيطون به تلاميذته والطلبة من كل مكان. فجاء الحجاج من الباب وظل يدخل ويفرق للناس، فما أن رآه الناس ممن حضروا الموقف الأول حتى داروا خلف حول من؟ سعيد بن المسيب، خشية أن يضره الحجاج. فدخل بينهم الحجاج وقسم، حتى وصل إلى سعيد وجلس بين يديه وقال جزاك الله من معلم وناصح خيرا. فهذه سرقة. فأنت تسبق الإمام ليه؟ أنا بس هسألك سؤال واحد وجاوب، أنت في آخر الصلاة هتسلم قبل الإمام ولا هتستناه؟ أنت تدخل الصلاة قبل الإمام؟ لو دخلت صلاة الجماعة قبل إمامك صلاتك بطلة. يعني من قال أقاموا الصلاة الآن والإمام قال استووا اعتذروا واحد الله أكبر والإمام لسه ما قالش الله أكبر، صلاة صحيحة؟ جماعة صحيحة؟ باطلة. طيب ومن سلم قبل الإمام لغير عذر صلاته صحيحة؟ طيب يعني أنت مرتبط بالإمام في التكبير ومرتبط به في التسليم، فعلام المسابقة في الوسط. والله لو كانت المسألة بالمسابقة خلاص يبقى كانت المسألة سهلة، تدخل مع الإمام الله أكبر، الإمام ياخد له 10 دقائق لا هيطول علينا الإمام الله الله أكبر وتخلص وتطلع وتسلم وتمام وتروح على البيت. خلاص، لكن هذا كله كله كلام باطل.